بأول فقراتنا سلمى لرح نحكي عن موضوع كتير مهمنا بحياتنا، وخلينا نقول هو موضوع شائع. دائما احنا بنقول الحياة مدرسة، بنمرق بخبرات كتير، بمواقف، بأحداث، يمكن هدول الأحداث يشكلوا لك شيء بالذاكرة، يعني يعملوا لك ضغط بذاكرتك بتفكيرك، يمكن يسيطروا عليك كل حياتك. قديش في معرف أشخاص أنه عايشين بالماضي، بمواقف الماضي، بأحداث صارت معهم من زمان بقيت مسيطرة عليهم، ممكن توصلهم لحالة نفسية جدا سيئة. صحيح رشا، يمكن التراكمات هي أسوأ شيء الإنسان ما بيقدر يتخلص منه. سبحان الله، رب العالمين أعطانا نعمة النسيان، بس النسيان الحقيقي، يعني أنه أنا أنسى الشيء اللي عم بيوجعني، انسى الشيء اللي صار البشع، اتذكر الشيء الحلو. هاي شغله كتير صعبه، صح؟ كل الناس دائما ننسى الشيء الايجابي اللي بفرحنا ونروح للسلبي. كل الناس بتقدر تنسى هي، بيقولوا لك نحن بنتناسى، ما بننسى بالحقيقه، نحن بنتناسى. فبنتمنى هي المواقف السوداء تروح هيك على صندوق اسود ان شاء الله، تكون موجوده مثل الطياره كيف هي صندوق اسود، لحتى الانسان يقدر يكمل حياته. اكيد سلمى، اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، اليوم كيف قادرين نحن نفصل بحياتنا، كيف قادرين نعطي طاقة لنا وما نروح لموضوع الاكتئاب والدخول بالطاقات السلبية بسبب هاي القصة. وأكيد ضيفتنا لليوم هي الأستاذة هنا الأزهري، رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع، كيف قادرين نحن نتعامل مع الحالات الإنسانية. كيف؟ صباح الخير. صباح أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح مشاهدين الكرام. طبعا مثل ما تفضلتوا بالمقدمة حضراتكم أن الإنسان دائما والأكترية للأسف أو يعني أكثر شيء بتذكره الإنسان هو المواقف السلبية. تمام، بقولوا لك بالمثل أنه الأسى ما بينتسى. فنحن بدنا نحاول دائما هاي الأمور السلبية نتعلم منها وما ناخذ منها الطاقة السلبية، يعني نتعلم من المواقف انه انا شو صار معي بهذا الموقف السلبي، كيف تصرفت انا اذا تعرضت لموقف في المستقبل، اني اتعلم من هذا الموقف ويعني اعرف كيف اتصرف لحتى تتغير نتيجة هذا الموقف وانا اتخلص من الطاقة السلبية اللي عم يعني تحصل معي نتيجة هذا الموقف. يعني نحن دائما مواقف السلبية، طبعا الحياة اكيد ما أنا خالية فيها الحلو، فيها المو حلو، يعني البشع والمواقف السلبية. فدائما نحن نبرمج حالنا ونبرمج عقلنا انه نحن بدنا نتعلم من هاي الامور السلبية، ما نكون اسيرين الى طوال الحياة وتسبب لنا ازمات نفسية. اكيد. طيب بس استاذي هنا، نحن دائما بنقول انه المشاكل هي بتشكل صدمات عند الانسان، والصدمة ما انا شيء سهل بيقدر يتجاوزه. طبعا. شو هي الطريقة او الاليات اللي ممكن سلوكيا يقدر يتجاوز مع الوقت الصدمات مثل ما قلتي ويتعلم منها؟ تمام. هلأ الصدمات ممكن مثلا الإنسان هو يتعرض، هو بشخصه يتعرض لصدمة وتأثر عليه، ممكن يشوف مثلا حواليه حالات إنسانية تكون إلى أثر سلبي عليه. أول شيء بالنسبة للإنسان ذاته، هو أكبر عدو، دائما بنقول نحن أكبر عدو للإنسان بالحياة هو الفراغ. الإنسان الفاضي هو بيئة خصبة للأمراض النفسية، فبتلاقي أي مشكلة بتصير معه بمد فيها أشهر وممكن سنين وممكن العمر كله يبقى أسير هاي الصدمة. فدائما الإنسان يشغل حاله بالمفيد، يشغل حاله يتعلم، يشتغل، يحاول يكون إنسان منتج بالحياة، فاعل بالحياة، يساعد الناس اللي حواليه لحتى يقدر يتخطى هاي الأزمات. بتصير بعينه كتير صغيرة هاي الأزمات وقت يتذكرها أنه كيف كانت مأثرة علي وكيف أنا هيك صار فيني بوقتها. يعني دائما نحن بنحظ الإنسان اللي عنده أزمات نفسية أنه يشغل حاله، دائما يشغل حاله بشيء مفيد. طيب استاذي، هنا مو دائما اليوم الانسان قادر انه يتجاوز كل شيء بحياته، خاصه احيانا بيكون الانسان غير مدرب على تلقي الصدمات الكبيره، ان كان بالفقدان، كان بالخذلان، بشكل عام اليوم عم نحكي. يعني بعض الاشخاص بفوتوا بمود الحاله النفسيه وممكن يصلوا للاكتئاب، من هن الاشخاص اللي بيصير ما عندهم طاقه للشيء وبفوتوا بهي المرحله؟ هلا الانسان اللي يعني قابل انه يفوت بحالات اكتئاب او حالات نفسيه معقده هو الانسان اللي
يعني نحن لازم نبرمج أولادنا من وإحنا صغار. دائما أنا بركز على موضوع التربية. الأطفال من وإحنا صغار ما نحاول نهول الأمور قدامه، نكبر الأمور. يعني الأب والأم هن القدوة، فإذا الأب والأم شافوا الولد شاف أبوه أمه عم ينفعلوا على أقل الأمور وعم يكبروا الموضوع وعم، فهذا الولد صار عنده حالة نفسية إنه أي شيء بيصدمه أي شيء بهمه وما بيقدر يتجاوز على المدى البعيد. وكمان موضوع بدي أرجع أركز مرة تانية على موضوع إنه الواحد يشغل نفسه دائما، يشغل نفسه بالمفيد. هلأ بالدين الإسلامي في أذكار يومية دائما، الواحد أذكار الصباح أذكار المساء أذكار كل شيء، مشان الإنسان ما يفكر بالسلبيات، دائما عم يضل يفكر بالشيء الإيجابي، دائما عم يفكر بحمد النعمة، برؤية الجانب الإيجابي من مشرق الحياة. لأنه أي شيء، أي حتى المصائب مستحيل تيجي وما فيها جانب إيجابي. يعني إذا ما لا سمح الله إنسان تعرض للفقد، ممكن مثلا مع هذا الفقد رب العالمين ينزل عليه السكينة على قلبه، ينزل عليه الصبر، هذا شيء إيجابي. ممكن مثلا يكون عنده أحباب وحواليه الواحد الناس كلياتها جنبه وعم تواسي، كمان هذا إيجابي. يعني الواحد دائما يفكر بالأمور الإيجابية، وبالنهاية كلياتنا عرضة للمصائب، وهي كلياتها بتقوي الإنسان إذا كان يعني عنده المناعة النفسية صحيحة وعنده القدرة إنه يتجاوز، دائما بتقويه وبتعلمه كيف يتصرف في المواقف صح. أكيد. طب أستاذة هنا خلينا نحكي شوي، اليوم الأشخاص معروفين إنه هن أنماط شخصياتهم مختلفة، أشخاص بطبيعتهم عندهم قدرة على التأقلم مع ظروف الحياة، في أشخاص عندهم هشاشة نفسية، في أشخاص انطوائيين، هذا كله كمان بيأثر على ردات فعلهم تجاه المشاكل اللي بيمروا فيها. طبعا اكيد الانسان اللي هش نفسيا ما عنده مناعه، من اقل شيء بتلاقيه بيبكي وبيصرخ يعني دائما الانسان اللي صوته عالي واللي بيصرخ والهاي عارفيه هذا فارغ من جوا، يعني ما عنده هاي المناعه، ما عنده الحكمه، قدره التحمل. دائما الانسان الهادي الرزين اللي بيقدر يتصرف بالمواقف بهدوء قد ما كان الموقف صعب، فهذا بيكون مؤسس صح وعنده مناعة نفسية عالية. المناعة النفسية بتيجي إنه هو الإنسان أول شيء برمجة الأهل، بعدين الإنسان هو يحاول يطور من حاله، هو يفوت دورات تدريبية، دورات تنمية بشرية، يشوف إذا حالته كتير معقدة يشوف اختصاصيين نفسيين لحتى هو يقدر يعيش بهاي الحياة. ما في حدا بيجي متعلم على هاي الحياة، لازم الإنسان أول شيء مهمة الأب والأم، بعدين وقت الإنسان يكبر هو صار مسؤول عن نفسه وعن مشاعره وعن حياته. أستاذي هنا ذكرت سلمى نقطة بالبداية يمكن هي منركز عليها دائما أو منشعر أنها موجودة عند كل حدا فينا، وهي موضوع الكبت. نحن اليوم كمجتمع شرقي يمكن ما تعودنا على البوح عن مشاعرنا عن مشاكلنا، كان خجل من الأهل أحيانا، من المجتمع، من المحيط حوالينا، فبنكبر معنا عقدة الكبت. هذا التراكمات فيما بعد ممكن تولد الانفجار بأي لحظة. تمام. اليوم قدامهم نحن ندرب هذا الطفل أنه الكبت عيب، خلينا نقول عيب، يعني احكي شو اليوم عم يوجعك، شو اليوم مضايقك. مننا قد اليوم الإنسان مدرب أنه ما يكبت كل شيء بحياته، بيكون إنسان صحيا نفس يعني نفسيا بيكون صحي أكثر. تماما. هلا التعبير عن المشاعر وعدم الكبت كثير مهم، خصوصي بمرحله الطفوله، لحتى يتعلم الانسان كيف يعبر عن مشاعره، كيف يحكي الشيء اللي مضايقه. نحن بدنا ندرب الطفل من وهو صغير، مو دائما قمع. يعني اذا غلط الولد بنحاوره حوار، ليش غلطت، ليش سويت هذا الفعل، انت بتعرف شو معناه، انت بتعرف شو حسيت وقت سويت. دائما نحاول نترجم له مشاعره، نقول له مثلا الولد معصب صاير معه زعل وهيك عم يصرخ بدون سبب، نيجي انت شو عم يصير معك، بشو حاسس، حاسس بالخوف، حاسس بالعصبية، يعني نسمي له المشاعر لحتى هو يقدر يعبر عنها. تمام. يوصف مشاعره. الإنسان اللي بيقدر يعبر عن ذاته وبيوصف مشاعره هذا أمراضه النفسية كتير قليلة، لأنه قادر هو يعبر عن نفسه وعن ذاته. وبمرحلة يعني
بس يصير الإنسان كبير وهو أهله من الأساس كان في كبت وكان في ما يقدر يعبر عن مشاعره، مو غلط يزور اختصاصي نفسي، لحتى هو مرات الإنسان بس بحاجة إنه يحكي. صحيح. ما بحاجة لأكثر من هيك. والإنسان ما بيقدر يحكي طبعا لمين ما كان، مو أنا مين ما كان بجي بعد بحكي له همومي ومشاكلي، ممكن هذا الإنسان يحاكيني من وجهة نظره هو، من حياته هو، هو ما أنه إنسان مختص، فبدال ما يعني يعلمني على الطريق الصح لا زاد الطين بلة. فدائما نحن نحاول يكون في لنا استشاري نفسي، نحكي نستشيره بكل أمور حياتنا، نفضفض أو يكون في صديق نحن نوثق فيه، نعرفه أنه هذا إنسان حكيم، إنسان ممكن إذا نحن حكينا له أي شيء ما يكون فيه له غايات تانية. مرات مثلا صبية بتقول لرفيقتها عن شيء بتكون هي مثلا في غيرة من ناحية التانية، هو التانية ما بتعرف، فممكن تنصحها بأمور تأذيها. فدائما نحن نحاول نفضفض ونعبر عن مشاعرنا بس للإنسان الصح. أكيد. طيب أستاذة هنا خلينا نحكي كمان، اليوم الصدمات مو بس هي مشاكل، أوقات الشخص ممكن يتعرض لمرض معين فيعتبر أنه هذا الشيء فوق طاقته. نحن بنعرف الدعم النفسي جزء أساسي بكتير من المشاكل الصحية اللي بتمر. طبعا. يعني أي مرض نصه نفسي ونصه أكيد. يعني عضوي. قدي مهم كمان تقبل الإصابة بمرض، المحيط قديش له دور بهذا الموضوع؟ طبعا اول شيء صحه الانسان النفسيه كثير بتاثر بهذا الموضوع، موضوع الشفاء. يعني في نحن على مر التاريخ سمعنا بحالات كثير مستعصيه وتم شفائها بسبب العامل النفسي. هاي اول شيء مهمه، يعني من طبيعة الشخص إذا هو عنده مناعة نفسية أو عنده رضا أو تقبل للشيء اللي صار معه. وتاني شيء مهمة المحيط والأطباء. يعني مرات يعني بيمرض إنسان، بيجي إنسان ما نو أهل لحتى مثلا يحكي معه أوائبي، بدل ما يخفف عنه بيحبطه، والله فلان صار معه هذا المرض. صحيح. ومات فلان وصار معه هيك، فأنت نهيته للمريض. فدائما مشان هيك زيارة المريض قالوا ما تتجاوز العشر دقائق ربع ساعة بكتير لحتى أنت ما تتقل عليه، ودائما الكلام الإيجابي هو اللي لازم يكون موجود. حتى بالجانب الطبي دائما بيعتمدوا على العامل النفسي، أنه هذا المرض لا تخاف أنت قوي، كتير صار معاه هذا المرض وشفي وإن شاء الله. صحيح في حالات أنه تأزمت بس أنت نفسيتك قوية، أنت كذا أنت كذا. دائما نحاول نرفع من معنويات هذا المريض لحتى يقدر يتجاوز الأمراض. الأمراض كمان ممكن بالعكس تيجي، يكون في مرض نفسي ويسبب مرض عضوي. كمان الأمراض النفسية بتسبب بالنهاية أمراض عضوية. لذلك الحالة النفسية والمناعة النفسية العالية، كل ما ارتفعت مناعة الإنسان النفسية كل ما زادت خفت عنه الأمراض النفسية والعضوية كمان، يعني مو بس النفسية، وكان إنسان فعال وإيجابي ونشيط بالمجتمع. كونه أستاذي هنا عم نحكي عن الحالات الإنسانية اليوم، يعني نحن كنفس بشرية ما فينا ما نتعاطف مع مشهد ممكن نشوفه على التي في أو على الموبايلات أو ممكن حدا بخصنا بالحياة، ولكن في أشخاص بتحسيهم أنه عندهم حنية زايدة أو حساسيتهم زايدة تجاه أي شيء ممكن يشوفوه. هدول الأشخاص بيكونوا متعبين جدا بحياتهم، يعني بيكون ما بدنا نقول أنه هنو شخصيتهم ضعيفة، لا بجوز حنيتهم زيادة عن اللزوم، وهون بصير سحب للطاقة. اليوم هدول الأشخاص كيف قادرين يحصنوا حالهم ولكن ما يفقدوا هي الحنية الجميلة الموجودة بحياتهم؟ تمام. دائما نحن بنحض على التفاعل الإيجابي، الحنية الإيجابية. يعني أنا بدي أشوف مشاهد مثلا على التلفزيون، على مواقع التواصل، أنا يعني كنفس بشرية أكيد الواحد بده يتأثر وبده يكتئب وبده، فأنا قادر أنا أعمل شيء إيجابي. يعني ما الواحد بده يشوف هاي المشاهد يقعد يبكي وهاي، أو ممكن يصيبه حالة نفسية أو يصير عصبي مثلا على اللي حواليه بالبيت، تأثر على نفسيته وعلى المحيط تبعه. فنحن دائما بدنا نحاول نكون إيجابيين بالحزن، حتى بالحزن نكون إيجابيين. يعني أنا شو قادر أساهم بهذا الموضوع؟
حتى بأبسط الأمور على صعيد الدعاء مثلا، ممكن نحن ندعي لنا ما لنا أدرانين نقدم شيء، ممكن ندعي مثلا، ممكن نساعد ماليا مثلا ماديا، مثل في فيلم الحدود اللي كان يطلع من زمان للفنان الكبير دريد لحام، انه اجوا وتعاطفوا معه وزعلوا عليه انه قاعد بالبريه هو ومرته، وكثير زعلوا عليه وتعاطفوا معه، اخر شيء تركوه مشوا، اجى بده يفوت قالوا له لا انت ما معك. فنحن بدنا التعاطف الايجابي، يعني نحن نعطي حلول فعال. نعطي تمام، شفنا انسان مثلا محتاج ما نبكي، في ناس كثير يعني ايجابيه، بتشوف مثلا انسان بالطريق بحاجه لمساعده هو ما قدران يساعده، ممكن يصوره مثلا على الجوال او يحط مثلا انه في انسان بحاجه لمساعده كذا، فممكن هو يكون ايجابي، ويعني هو بحس بطاقه بالعكس، يعني بدل ما يكون سلبي وحس بطاقه سلبيه، وقت يقدم المساعده بحس بطاقه ايجابيه عاليه. صحيح أكيد. يعني اليوم نحن بظروف بشكل عام بلداننا العربية عم تمر بكثير من المشاكل والحروب، وبالتالي هذا الشيء عم ينعكس على الناس نفسيا بشكل عام. اليوم ما فينا نفصل نفسنا عن الواقع اللي عم بنعيش فيه، وخصوصا نحن بسوريا عشنا 13 سنة حرب وما زلنا مستمرين. تمام. هاي الحالة أيضا خلقت عند الأشخاص آثار سلبية، معروفة آثار الحرب النفسية قدي أثرت على الناس، أثرت على الأطفال. خلينا نحكي شوي قدي مهم اليوم كيف نقدر نتعامل مع هذا الشيء. هذا الشيء يمكن مو بإرادتنا، خارج عنا، ولكن نحن جزء منه. تماما. الأوضاع كمان كتير صعبة، عم تأثر على نفسيات الناس بشكل كتير سلبي، فلذلك الإنسان دائما يعني هو الرضا هو أساس كل شيء. إذا الإنسان رضي ممكن يعيش بأقل المقومات ويحس حاله عايش ب يعني عم يدبر أموره الحمد لله، يطلع دائما على الجانب الإيجابي، يعني الصحة الحمد لله موجودة، أهله الواحد حواليه، إن شاء الله أزمة وبتمر. دائما نحن أملنا برب العالمين، وأنه دائما الأزمات مؤقتة، يعني على مر العصور كتير ناس صار معها أزمات وبلاد تعرضت لأزمات ورجعت أقوى من الأول، مثل اليابان مثل ألمانيا صار معها أزمات، يعني الأزمة بسوريا لا شيء بالنسبة إلى، ورجعوا نهضوا من أول وجديد وصاروا من أوائل الدول. وإن شاء الله نحن نأمل كمان عنا بسوريا أنه نتجاوز هاي المحن ونصير من السباقين بين الدول بالرفاهية وبالتكنولوجيا وبتحسن الواقع المعيشي. دائما الإنسان يتفائل، ينظر للمستقبل بعين الرضا، الحمد والرضا والشكر دائما بخفف عن الإنسان هموم الحياة، وممكن يساعده أنه يتجاوز هاي الأزمات. قد حلو اليوم موضوع التقبل، يمكن هو الأساس بحياتنا، وقت نتقبل إن كان واقع معيشتنا وظيفتنا فقداننا لأي حدا. مثل ما قالت سلمى اليوم نحن مرقنا بظروف يعني دربتنا يا سلمى، قديش يعني قوتنا، يمكن صحيح. كانت صدمه للناس كلها، بس ولكن احنا اخذنا دروس كثير كبيره خلال 13 سنه. في ناس بتاخذها بمزح بتقول لي خلص احنا ما عاد يفرق معنا شيء، عشنا كل شيء، بس هي فعلا هي عملت نوع من المناعه النفسيه. تماما. وزادت من قوتنا، واكيد الصبر والامل عنا هن اللي قوونا كشعب، وانتصارات جيشنا اكيد بنقول الله يحميهم بكل الجبهات. شكرا لك لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك. شكرا لحضرتك ولحضورك، بقيت نهار حلو لك، اهلا وسهلا فيكي. الله يعطيك العافيه.